نشرة الأخبار من قناة بلقيس نبدأها بالعناوين. مواجهة في تعز والميليشيا تواصل قصف الأحياء السكنية. الألغام في شبوة تعيق تقدم الجيش والمقاومة في بيحان وتهدد حياة المواطنين في عسيلان. المراكز الصحية في القبيطة نقص في المستلزمات والأطباء يشكون توقف المخصصات المالية. السلام عليكم. قصفت طائرات التحالف مواقع لمسلحي تنظيم القاعدة قرب قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وقالت مصادر محلية إن التحالف قصف مبنيين يتواجد فيهما عناصر التنظيم في منطقة بير ناصر بمديرية توبن، وشهدت الأيام القليلة الماضية تكثيفا لغارات التحالف على مواقع التنظيم في لحج ومحافظات أخرى. في سياق متصل استشهد 13 مدنيا في غارة خاطئة لطائرات التحالف أصابت سيارة أحد المواطنين في مديرية مقبنة بمحافظة تعز. وقال مراسل بلقيس إن الغارة أصابت سيارة المواطن عبد محمد منصر في منطقة أكمد غابر بقرية المشرافة في الأخلود، كانت في طريقها يوم أمس الخميس إلى هجدة، ما أسفر عن استشهاد 13 مدنيا كانوا على متنها. هذا وتواصل ميليشيا الحوثي والمخلوع قصف الأحياء السكنية في تعز بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاوزر. وقالت مصادر محلية أن الميليشيا المتمركزة في مطار تعز الدولي وقاعدة طارق الجوية بالجندية قصفت بمختلف أنواع الأسلحة أحياء الديم وثعبات وصينة والأجينات والضربة والمدينة القديمة وقلعة القاهرة، وألحقت بها خسائر بشرية ومادية. في السياق ذاته قال الناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن عدنان حزام إن الفرق الطبية تواجه صعوبات في انتشال جثث القتلى في مدينة تعز بسبب حدة الاشتباكات، ودعا حزام أطراف النزاع للالتزام بالقانون والسماح لفريق الهلال الأحمر اليمني والصليب الأحمر بانتشال الجثث وتسليمها لذويها. في الوازعية جنوب غرب تعز تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية وبين الميليشيا. وقالت مصادر محلية أن المواجهات تركزت في جبل الأتياس ومنطقة الشقيراء وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين. إلى ذلك قصفت طائرات التحالف مواقع الميليشيا في منطقة الحنا بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة للإنقلابيين. قال مراسلنا في تعز إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمتا في مواقع بجبهة الضباب وصولا إلى حدود حدائق الصالح، وأشار إلى أن حدائق الصالح أصبحت تحت نيران قوات الجيش والمقاومة بعد فرار الميليشيا منها. بسم الله الله أكبر. ما بين المقاومة هنا والميليشيا هناك مسافة قذيفة، قوة مخيفة تلك الذاهبة للقضاء على تجمعات الميليشيا تحاصر أرض تعز. مخيفة أكثر تلك العائدة ليس لهؤلاء المقاتلين في الميدان فحسب، بل لقتل مدنيين يسكنون المدينة وضواحيها. فعل ورد فعل في معادلة لا تتساوى فيها الأهداف ولا النتائج. حرب ما تزال قائمة يروح ضحيتها حتى الآن أولئك المتعبون من المدنيين، فالطريق إلى الأمان ما تزال وعرة يحاول هؤلاء فقط تعبيدها لهم هذه المرة بأسلحتهم. الوعورة ربما أخذت منهم أحذيتهم أو هم تركوها جانبا لئلا ينشغلوا بها أثناء تقدمهم لغرض فك الحصار عن مدينتهم تعز، فمن وهب حياته لبلاده لا يكون فارقا معه وفي معركته الحاسمة بالتحديد أكان حافيا أم لا، فكل ما يهم الآن هي المقاومة تحت أي ظرف وأية هيئة. جبهة الضباب واحدة من تلك المناطق الكثيرة في تعز تدور بها معارك مستمرة ودائمة ولا تهدأ أصوات الرصاص فيها. كل يوم يزداد أعداد المقاتلين في صف المقاومة والجيش الوطني، فلدى هذه الأرض الكثير لتظهره أمام من يحاول وطئها بالقوة. ليس هذا فحسب، بل لديها أبناء يرفضون الخضوع ويتخذون دائما درب المقاومة.
وللحديث أكثر ينضم إلينا من تعز مراسلنا فواز الحمادي. فواز، مساء الخير، وماذا عن المستجدات في جبهة الضباب؟ أهلا فيك. بالنسبة لجبهة الضباب اليوم تشهد في هذه اللحظات هدوء سبقه اشتباكات عنيفة استمرت لساعات طويلة بين قوات الجيش الوطني المسند بالمقاومة الشعبية وميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح. تمكنت من خلالها قوات الجيش الوطني من التقدم من منطقة عقاقة وصولا إلى حدائق الصالح المشهورة بحدائق الصالح. وفرت ميليشيات الحوثي من داخل الحدائق، وبعد أن مشطتها قوات الجيش الوطني فرت منها الميليشيات وأصبحت خالية، وهي بالعرف العسكري أصبحت تحت نيران الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم فوز، ماذا عن حدائق الصالح؟ هل تم تحريرها أم ما زالت المواجهات تدور فيما حولها؟ المواجهات ما زالت تدور في حولها، لم نستطع الحصول على معلومة مؤكدة حتى الآن عن السيطرة. الأنباء متضاربة، لكن المعلومات من هناك تقول أن لم يتم السيطرة عليها بشكل كلي، خاصة بعد أن فرت منها الميليشيات أصبحت تحت نيران الجيش، لكن لم يتمكن من دخولها ولكنها أصبحت تحت نيران الجيش مباشرة. نعم فواز، هناك أنباء تتحدث عن وجود ضحايا مدنيين في قصف لهذه الميليشيا على الأحياء السكنية. هل لديك معلومات حول القصف العشوائي الذي استهدف الأحياء السكنية من قبل الميليشيا؟ الميليشيات وما هي وهيك المعتاد منذ أن وطأت أقدامها تعز ما إن تخسر على الأرض في مواجهة قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تلجأ مباشرة للقصف العشوائي الذي يستهدف المدنيين في الأحياء السكنية. هذه عادة الميليشيات ولا غرابة في ذلك. الميليشيات استهدفت بقصف العشوائي عدد من الأحياء السكنية، لكن لا أعداد محددة عن ضحايا في الأحياء السكنية. نعم فواز، ماذا عن معاناة المواطنين في المنافذ على الجهة الغربية من المدينة؟ تستمر معاناة المواطنين في المنافذ التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، التي تتعامل مع المواطنين المدنيين بشكل مهين وبطريقة لا أخلاقية كما يصف المواطنين، تفتيش تعسفي، تمنع دخول المواد الغذائية إلى المواطنين في الأحياء السكنية، لأن الميليشيا تسيطر على المنافذ كامل المنافذ التي تحكم من خلالها السيطرة والحصار على المدينة، وتتعامل مع المواطنين بطريقة كما يصف المواطنين أنها لا أخلاقية. نعم مراسلنا جبهة حيفان. نعم شكرا فواز، مراسلنا فواز الحمادي من تعز، شكرا لك. أدى أبناء تعز وعدد من قيادات الجيش والمقاومة صلاة الجمعة في ساحة الحرية بالمدينة، وردد المشاركون شعارات منددة بالقصف والحصار الذي تتعرض له مدينة تعز من قبل الميليشيا، مطالبين بدعم قوات الجيش والمقاومة لفك الحصار وتحرير المدينة. تعهدت قيادات في المقاومة الشعبية بمحافظة مأرب بدعم المقاومة في تعز بالسلاح والمقاتلين حتى تحريرها من الميليشيا. جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الجمعة في منطقة نخلاء بمحافظة مأرب بحضور قائد المقاومة الشعبية في تعز حمود المخلافي، وقال الشيخ علي غريب الشبواني القيادي في المقاومة الشعبية بمأرب إن المقاومة ستدعم تعز بالقوة البشرية والسلاح حتى يتم تحريرها من الميليشيا. وقالت وكالة الأناضول إن عددا من قادة ورجال المقاومة في مأرب قدموا أسلحة ثقيلة ومتوسطة بينها مدافع متوسطة المدى ورشاشات تمهيدا لنقلها إلى تعز. مرحبا بالبطل. في محافظة مأرب أعلنت قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرتها على منطقة الصفراء ومدينة براقش الأثرية بين محافظتي مأرب والجوف بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثي والمخلوع. وقال مراسل بلقيس إن قوات الجيش الوطني خاضت معارك عنيفة مع الميليشيا تمكنت خلالها من السيطرة على موقع الصفراء ومدينة براقش الأثرية التابعة لمديرية مجزر.
عادت الصفراء إلى حضن الدولة والشرعية بعد 5 أعوام من بسط نفوذ الحوثيين عليها وجعلها منطلقا لعملياتهم إلى مناطق مختلفة منذ بداية حربهم على الجوف منتصف العام 2011 وحتى اليوم قبل استعادتها من قبل المقاومة والجيش الوطني. انطلقت المعركة والحمد لله وتم في الساعات الأولى الحمد لله السيطرة على الأماكن التي خطط لها وسيطرنا على بداية العقيب وانطلقنا إلى المحزمات ثم إلى براقش ثم إلى الصفرة. وباستعادة الصفرة وبراقش تنتهي العمليات العسكرية للجيش والمقاومة في الجبهة الشمالية لمحافظة مأرب وتلتحم بجبهة الجيش والمقاومة في محافظة الجوف. تكمن الأهمية الاستراتيجية للصفراء باعتبارها حاضنة فكرية للحوثيين وتعد ثاني منطقة سيطروا عليها بعد محافظة صعدة، وكانت الصفراء والمواقع المجاورة تمثل خط دفاع أول وخطوط إمداد الحوثيين وقوات المخلوع صالح القادمة من نهم بمحافظة صنعاء، كونها منطقة استراتيجية تتوسط محافظتي مأرب والجوف. انطلاقة العمليات العسكرية لهم للسيطرة منها على محافظة مأرب وكذلك محافظة الجوف وكذلك انطلاقة منها إلى محافظة صعدة وعمران. وتمثل السيطرة على براقش والصفراء فتح الحصار المفروض على محافظة الجوف ليسهل عملية الانتقال عبر الخط الإسفلتي من وإلى الجوف والمحافظات الأخرى التي كان يمثل الانتقال إليها عبر الطرق الرئيسية صعوبة بالغة نتيجة انتشار ميليشيا الحوثي والمخلوع في مختلف تلك الطرق، خاصة أن الانتقال من وإلى الجوف خلال المرحلة الماضية كانت عبر طرق صحراوية غير معبدة. كشف مقطع فيديو نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود مقبرة تضم جثامين العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي في منطقة براقش الأثرية، وكانت ميليشيا الحوثي تستخدم المنطقة منذ سيطرتها عليها في 2011 كمعسكر لتدريب وقاعدة لانطلاق مقاتليها باتجاه محافظتي الجوف ومأرب. في الجوف سقط قتلى وجرحى من الميليشيا في غارات للتحالف على مواقع تابعة لهم في مديرية المتون. وقالت مصادر محلية إن الغارات استهدفت رتلا عسكريا في مديرية المتون أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الميليشيا، كما قصفت الغارات مواقع لهم في مديرية الغيل والمصلوب. وقالت مصادر عسكرية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة تتقدم باتجاه قرية الأشراف بمديرية الغيل. القائم منها وسار. تشكل الألغام التي زرعتها الميليشيا عائقا أمام تقدم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في معركة تحرير بيحان بمحافظة شبوة. وقالت مصادر عسكرية إن نحو 13 جنديا سقطوا جراء الألغام التي زرعتها في صحراء عسيلان، وتهدد الألغام على طول الطريق المؤدي إلى بيحان حياة القاطنين في الصحراء من النحالين والبدو الرحل. نتابع التقرير التالي. تحت هذه الرمال في صحراء عسيلان بمحافظة شبوة زرعت ميليشيات الحوثي مئات الألغام قبل وصول الجيش إلى المناطق التي كانت تسيطر عليها. ألغام متعددة الأنواع والأحجام زرعتها الميليشيا لمنع تقدم الجيش والمقاومة إلى مدينة بيحان في وقت يؤكد مقاتلو الجيش على مواصلة معركة الحسم. لدينا فريق فني مختص في هذا المجال، دربناه وعلمناه على كيفية نزع وإخراج الألغام وما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني نجحت في تفكيك بعض من هذه العبوات، لكن من الصعوبة إزالة كل مخلفات الميليشيا بأدوات محدودة. الصحراء كلها ملغمة، ضروري كاسحة ألغام كي ندخل بيحان إن شاء الله بكل سهولة. يعني لم تعد الألغام خطرا على الجيش الوطني الذي يخوض معاركه لتحرير بيحان آخر معاقل الميليشيا في محافظة شبوة، ولكنها باتت الموت المؤجل الذي يهدد حياة كل سالك أو ساكن في هذه الصحراء. فهذه الأماكن كان يقضنها أناس من البدو الرحل رحلوا عنها قبل أن تأتي الميليشيا لتفخيخها، وأصبحت عودة هؤلاء إلى هذه الأماكن محفوفة بالمخاطر.
كانوا بدو يروحوا هنا حالين هنا، وبعدين الحوثيين لغموا المنطقة كلها ورحلوا البدو، رحلوا من هنا خلوا المنطقة مشان الألغام. هكذا إذا استطاعت الميليشيا توزيع الموت وصناعة أدواته، وأصبحت بذلك عدو لكل ما له صلة بالحياة. إبراهيم حيدرة، لقناة بلقيس، شبوة. إلى محافظة الضالع تجددت المواجهات العنيفة بين المقاومة الشعبية المسنودة بقوات الجيش وبين الميليشيا في مناطق نجد القرين وأطراف يعيس بمريس. وقال مراسلنا إن المواجهات اندلعت بعد محاولة أفراد من الميليشيا التقدم باتجاه منطقة يعيس، وأضاف أن الميليشيا شنت قصفا مدفعيا على قرية الجبهة في مريس أسفر عن تضرر بعض المنازل. تعاني أغلب المراكز الصحية في مديرية القبيطة بمحافظة لحج من نقص حاد في الإمكانيات والكوادر الطبية. وقال مراسل بلقيس إن المراكز الصحية تفتقر إلى المستلزمات الطبية والأدوية، فيما يشكو الأطباء من توقف المخصصات المالية والتشغيلية. مراسلنا سامح عبد الوهاب والتفاصيل. بصيص أمل يتشبث به المرضى في المراكز الصحية بمديرية القبيطة في محافظة لحج، إذ تفتقر هذه المراكز إلى أبسط الإمكانيات، ونحتاج إلى بعض الأدوية وبعض الإسعافات الأولية وذلك الأجهزة مثل الإنتريسانت لصعوبة وصول بعض الحالات مثل حالة النزيف، وكذلك صعوبة علينا وصول تغذية الأطفال والأمهات الحوامل كالإسعافات الأولية والأدوية الضرورية وأجهزة التشخيص، إضافة إلى عدم توفر مخصصات مالية تشغيلية. تشهد هذه المراكز إقبالاً كبيراً من قبل المرضى رغم إمكانياتها الشحيحة ونقص الكادر الطبي أيضاً. كل ما هو موجود لدينا هو أجهزة بسيطة لعمل الفحوصات الروتينية المعتادة، أما الفحوصات التي تتطلب ضرورية للمواطنين فهي لا توجد، مثل فحوصات الصفار والكبد. وفي ظل تفاقم وتزايد عدد النازحين من أبناء المديرية والوافدين من مناطق تشهد معارك، ما يسبب ضغطا على العاملين فيها. أمراض الضغط وأمراض الطفيليات وأمراض السكري، لا يتوفر العلاجات اللازمة في المركز الصحي، لذلك يضطر المواطن إلى السفر إلى مستشفيات لتلقي العلاج، وبعض الأمراض لا يستطيعون السفر. تسوء حالات المرضى كثيرا، وخصوصا المصابين بالأمراض المزمنة كأمراض السكري والقلب وارتفاع ضغط الدم، كونهم بحاجة إلى رعاية صحية وأدوية مستمرة صارت شبه منعدمة في مراكز المديرية، فضلا عن الظروف المادية الشحيحة التي يتجرع المواطنون الويلات بسببها. في النشرة بعد الفاصل، الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف اليمنية إلى المشاركة الفاعلة في المشاورات المقبلة. مواجهة في تعز والميليشيا تواصل قصف الأحياء السكنية. الألغام في شبا تعيق تقدم الجيش والمقاومة في بيحان وتهدد حياة المواطنين في عسيلان. المراكز الصحية في القبيطة نقص في المستلزمات، والأطباء يشكون توقف المخصصات المالية. أهلا بكم. دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف اليمنية إلى المشاركة الفاعلة في جولة المفاوضات التي ستستضيفها دولة الكويت في 18 من إبريل المقبل. وقالت كاثرين راي المتحدثة باسم الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي في بيان أن الاتحاد الأوروبي يتوقع مشاركة جميع الأطراف في المحادثات المقبلة بحسن نية لتنفيذ وقف إطلاق النار. في السياق ذاته أفادت مصادر سياسية أن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد حصل على ضمانات من الحوثيين مفادها أن ممثليهم سيذهبون إلى الكويت من أجل تنفيذ القرار الدولي رقم 2216. ودعت المصادر الدول الكبرى في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها والدفع باتجاه تنفيذ القرار المذكور وإنجاح المفاوضات. هذا وينص القرار الأممي على انسحاب الحوثيين من المدن وإعادة السلاح الثقيل وإطلاق سراح المعتقلين وتمكين الدولة في ممارسة سلطاتها.
أكدت الحكومة التزامها بمكافحة الإرهاب وسعيها لفرض سلطة الدولة في جميع مناطق البلاد. وقال نائب الرئيس رئيس الحكومة خالد بحاح في اجتماع موسع بالرياض إن السلطات في المناطق المحررة تعمل بجدية أكبر ولتنفيذ إجراءات عاجلة وتحديد الحد الأعلى للمستشارين في كل المحافظات على مستوى الجمهورية. دانت نقابة الصحفيين اختطاف الصحفي طاهر حزام وطالبت ميليشيا الحوثي بسرعة إطلاق سراحه وعدم استهداف الصحفيين. وقالت النقابة في بيان لها أن الميليشيا اختطفت حزام يوم الاثنين الماضي من تعز واحتجزته في مدينة الصالح بالحوبان. وحملت النقابة الميليشيا المسؤولية عن سلامة وحياة الصحفي حزام وجددت مطالبتها بإطلاق سراح 14 صحفيا مختطفا لديها وثلاثة صحفيين مختطفين لدى تنظيم القاعدة في حضرموت. تعيش مدينة عدن نشاطا ثقافيا وفنيا رغم الانفلات الأمني الذي تشهده، إذ اختتم المعرض الفوتوغرافي الذي يحكي بالصور مشاهد الحرب والحصار والدمار و180 يوما من الحرب على عدن. وفي سياق متصل يحتفل عدد من الفنانين في معهد جميل غانم باليوم العالمي للمسرح بفقرات مسرحية أداها طلاب المعهد معهد الفنون الجميلة. مراسلنا آدم الحسامي والتفاصيل. في فناء منارة عدن الذي صار متنفسا لمختلف الفعاليات الثقافية اختتم معرض الصور الفوتوغرافية المعنون ب180 يوم حرب والذي استمر لأيام وافقت ذكرى اجتياح الميليشيا الانقلابية لعدن. المعرض تضمن صورا لمختلف الصحفيين الذين غطوا الحرب ووثقوا مشاهد إنسانية للمدينة التي شهدت حصارا خانقا، كما وثق المعرض مقاومة أبناء عدن وانتصارهم. مجموعة من الصور التي تنقسم إلى أكثر من قسم، وهي أولا إن كنا نتحدث على القسم الأول وهو قسم بداية الحرب، ومن ثم عرضنا الدمار. الفعاليات الثقافية زادت وتيرتها في عدن رغم الظروف الأمنية وشحة الإمكانيات ورغم موات المؤسسات الثقافية الرسمية كمكتب وزارة الثقافة واتحاد الأدباء والكتاب وبقية الهيئات الرسمية للفنون بأنواعها. أسباب عديدة منها تهميش الثقافة، تهميش الوعي، أصبحت السياسة هي الطاغية على كل الأمور اللي حاضرة في البلد. نادي السرد في عدن الذي تأسس بداية العام يحاول تغطية هذا الفراغ، حيث أقام ثاني فعالياته بحفل توقيع رواية وصباحية أدبية قرأت فيها عدة قصص للكتاب الشباب. هذه الفعالية فتحت أسئلة الإنتاج الأدبي الذي يشهد ركودا منذ سنوات وزاد ركوده جراء الحرب الدائرة في البلد. ويعتبر الفن التشكيلي الأكثر نشاطا في رزنامة الفعاليات الثقافية للمدينة في الأسابيع الأخيرة، إذ تخللت الكثير من الفعاليات معارض تشكيلية بالإضافة إلى أول معرض تشكيلي منفرد يقام في عدن ما بعد الحرب. الوضع الذي نعيشه في هذه الفترة وفي هذه اللحظات العصيبة إلا أننا نؤكد بأننا لازلنا قادرين على العطاء. ويعد فنانو معهد جميل غانم للفنون الجميلة بتزايد عدد المعارض والفعاليات لولا الأحداث الأمنية التي حالت دون إقامة أغلب الفعاليات الفنية. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن. في سوق الهنود بمحافظة الحديدة ورشة لحام يزيد عمرها عن 90 عاما تمثل الورشة مصدر رزق للكثيرين. تعاقبت عليها أجيال عرفت بتفننها في صناعة أدوات الطبخ ومعدات الصيد بطرق تقليدية. التفاصيل في سياق التقرير التالي. 90 عاما هو عمر هذه الورشة، وما زال سوق الهنود بالحديدة غربي البلاد يستذكر ورشة الحدادة التقليدية الشهيرة والتي توارثتها الأجيال جيلا بعد آخر. هذه المحدادة لها أكثر من 80 أو 90 سنة، اشتغل بينها الأب والجد والأجداد وإحنا استلمناها من بعدهم. ولم تخب نارها بعد ولم تسترح حتى الآن، كل شيء هنا على حالته الأولى. ورشة بسيطة لصناعة أدوات الطبخ ومعدات السفن ومستلزمات الصيد التقليدي، وإيمان عميق من العاملين فيها على الصمود. فالرزق بالنسبة لمثل هؤلاء العمال ما زال ممكنا رغم كل الظروف المحيطة بالبلاد. ثمة علاقة متوارثة بين هؤلاء وصوت تطويع الحديد كما لو أنها قصة حياة.
ضربه كذا وضربه كذا، يعني عليها بسرعة رياح، وربك ينزل بكانها لقمة الإنسان من فضله وإحسانه، ما ينسى أحد حتى لو يكون حرب ولا يكون. فالكل مجتهد هنا في بذل الممكن ومجاراة المستطاع وتطويع الأزمنة، فالسنين تمر والأجيال أيضا، فيما الورشة لم تمر، ما زالت تعلم الأجيال أن ثمة حياة ممكنة رغم كل الصعوبات القاسية. ختاما هذا تذكير بالعناوين. مواجهة في تعز والميليشيا تواصل قصف الأحياء السكنية. الألغام في شبوة تعيق تقدم الجيش والمقاومة في بيحان وتهدد حياة المواطنين في عسيلان. المراكز الصحية في القبيطة نقص في المستلزمات، والأطباء يشكون توقف المخصصات المالية. للمزيد مشاهدينا يمكنكم متابعة موقع القناة الإلكترونية، كما يمكنكم التفاعل مع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى الملتقى في أمان الله وحفظه.